شكرا عبد العزيز على التقرير. انا قبل لا ابدا مع ضيوفي خلوني باخذ بعض التغريدات. يبدو لي الناس زعلانه من موضوع ايقاف الانتساب. في عبد العزيز البلوي يقول من حق كل فرد الحصول على التعليم ومن حق كل فرد ان يكمل تعليمه سواء انتساب او انتظام. ابدا معك دكتور بحكم يعني منصبك السابق وبحكم خبرتك ايضا الكبيره في قطاع التعليم وقطاع الموارد البشريه. هل منطقي هذا القرار؟ هل له تبرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو أخذنا الموضوع من زاويتين حتجد كل شخص عنده تبريرات مقنعة. فالأخوان في التعليم يتحدثوا عن قضية ضعف الجودة في التعليم وضعف المخرجات، والآخرين المستفيدين يقول لا أنا من حقي أن يحصل على التعليم وبالتالي لا تحرمني من الفرص هذه، أنا ما أقدر أنتظم، عندي مشاكل، عندي ظروف إلى آخره. لكن لما تسأل الطرفين كلهم تقول لهم أعطيني القرارات أو أعطيني الدراسات اللي بنيتها عليها قراراتك هذه، كلهم يقول أنا ما عندي، كله بناء على انطباعات شخصية. أنا سألت يمكن قبل الحلقة هذه كثير من الأشخاص في التعليم، قلت بناء على إيش اتخذ هذا القرار، أو بلا صح رفع طبعا الجهات العليا توجه بناء على مرئيات رفعت لها وتتخذ القرار وتوجه المقام السامي، وجه بناء على مرئيات مرفوعة من الوزارة رفعت في عهد الدكتور عزام ثم بعد ذلك الدكتور العيسى وليس في عهد الوزارة الحالية الآن. فبالتالي لما تجيهم طلب معين وتوجيهات معينة حيقول لك إيه بناء على اللي أنت رفعته. لكن لما طلبت من الأخوان قلت هل عندكم دراسات تثبت أن خريج الانتساب مشكلة؟ أعطونها. لا ما في، هي عبارة عن طبعات شخصية. فبالتالي التعليم من حق أي شخص، أي شخص من حقه أن يتعلم. ليش تقول لا تتعلم؟ أعرق الجامعات في العالم تتكلم عن قضية تعليم أوفلاين، هارفارد وكلهم يتكلمون عن أوفلاين وشغالين في هذا المشروع بشكل كبير. ليش إحنا نقول لا والله مخرجاتنا في والاختبارات نفسها تكون يعني بالضبط يعني. أنت عندك مشكلة في العملية عندك، اضبط العملية عندك، لا تقتل الموضوع تماما عن الجميع، أعطي الجميع فرصة أنه يتنافس، خذ الأفضل، ارفع معاييرك، تصرف فيها. كيف ممكن يرفع المعايير؟ يعني مثلا انا ممكن اخلي ما ينتسب او ما يلتحق بالانتصاب اللي حصلوا على الدرجات مثلا في القدرات في التحصيلي في الاشياء هذه في الثانوي عالي اخذ 80 85 90 حتى حطها ان شاء الله، بس لا تحرمهم. اضف الى ذلك اعطيهم فرص في هنالك فرص في الوسط زي ما يقولون، خليها اوكي انت حتدرس سنتين أعطيك دبلوم. الآن مسموح الدبلوم طبعا، أي واحد يقدر يلتحق بالدبلومات وأصبحت معتمد للخدمة المدنية ولا في أي مشكلة فيها. خلي الناس يلتحق في الدبلوم، أوكي حصلت على درجة ممتازة وتميزت وتجاوزت الاختبارات كلها والمحكات، تفضل كمل بكالوريوس. لا والله أدائك كان مقبول جيد أو ما شابه ذلك، لا خلاص كفي اللي انت أخذت الدبلوم وراح اشتغل بالدبلوم اللي موجود عندك. جميل.